معلش يا ست الكل، اخر حاجه بقى هتيجي لك من اذنك. ايوه تمام كده. ايوه معلش بقى، سكانر بايظ والسيستم واقع وعشان كده هتيجي تاخد الفيش بكره. وماله؟ بسيطة. ليه كده بس يا استاذ مختار؟ ده بتخيلك علينا. ينفع انا اجي استلم بدلها؟ وما ينفعش طبعا، بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرا يا سيدي. احلى امر حضرتك. يلا. الف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار، ممكن تساعدني اطلع البرفان امسح ايدي؟ شكرا. انا كنت عايزة اساله، انت هيبقى عندك باسبور؟ الاول نتيجة الفيش تطلع طلع لك شهادة ميلاد جديدة، وبعد كده بطاقة، وبعدها الباسبور. تهيألي مش أقل من 20 يوم كده، وبعدها تبقى اتولدت من جديد. يا ريت. ثانك يو سو ماتش. يلا بينا. تمام. تعالى. اتفضل، أنت غريب. طب بس بلغ الناس إن معايا حد. مفتول. ايوه شوف انا جاي لك مين؟ هيكون امين شرطه عادي يا اخويا، متعوده. تعال. تعالى تعالى. عطوه؟ اه. وده ايه اللي جابه ده؟ طب سلم الاول. اهلا يا عطوه. ازيك يا استكل؟ اتفضل يا اخويا. اتفضل اتفضل. بيقول لي ان اختك الحكومه قلب عليها الدنيا. عسليه؟ اه. والحكومه يا اخويا عايزاها في ايه؟ لا ده قبل ما اسيب بولاق بشويه، اصل انا سبت المحل بتاعي واشتغلت صنايعي في محل تاني. انت هتقعد تلوك؟ عسليه الحكومه عايزاها في ايه؟ صار اتجوزت اتنين، واحد في اسكندريه وواحد في المنيا. الاولاني سرقت منه فلوس، والتاني خدت منه عيل صغير. ربنا يبارك لها. بس عيل ليه يعني؟ ده من سنة وأكتر المخبرين وأمناء الشرطة كانوا رايحين جايين علينا. صاحب البيت رمى العفش بتاعه وخد الشقة. ده لحد قبل ما أمشي من بولاق كان برضه فيه وشوش كتيرة بتسأل عليها. وده بقى اللي خلاك تجيبه معاك وأنت جاي؟ يا ستي ما هو قال لي إن أنا اتحكم عليا بالإعدام غيابي، فقلت أجيبه عشان أحلي بقه بلقمة. نور عطوة. الله يبارك لك يا معلم راشد. مستر راشد. مستر. والله العظيم انا ما فاهم حاجه منكم. الله في ايه يا فتون؟ الراجل عارف عننا كل اسرارنا، فبدل ما يدلدقها بره جبته عشان نحل بقه بلقمه. والله العظيم ما فكرت في كده خالص يا ست فتون. لا راشد عنده حق. ويا ترى اتفقتوا بقى هتدي له كام؟ لا انا قلت الاتفاق يبقى قدامك، يمكن يعمل لك خاطر. يا باشا والله العظيم انا ما هفتح بوقي باي كلام، هو انا اقرع ونزي؟ وكتاب الله يا ست فتون، انا وانا نازل من بيتنا سبت الولايه 20 جنيه. ما انا قلت لك اصل انا سبت المحل بتاع البولاق وجبت. انت هتلوك تاني يعني؟ السبوبه جت في وقتها. الحقيقه يعني في وقتها قوي، بس طبعا انا مبسوط ان انا شفتكم وانبسطت ان انا شفتكم يعني. ايه يا فتون، الراجل مش هيشرب حاجه ولا ايه؟ لا لا مش عايز والله. يا مش غريب ازاي زي ما انت واقف ده كل لقمه. راشد فين الدبر؟ حلقتها يا ستي. مش شايفه ان شاء الله. ايه النصيبه اللي انت عملتها دي؟ ايه الواد اللي انت جايبه لي ده؟ يا نصيبتي السودا، هو انت جايبه عشان تقتله؟ ما كانش ينفع يجي لحد هنا واسيبه يرجع لي بحبل المشنقه. كان عليك من ايه بده يا اخوي؟ ما كنت تزوغ منه. ما كانش ينفع، كان لازم اقرره واعرف ايه موضوع عسليه. وخلاص رجلي جابتني بيه لحد هنا، اقدر انا اعمل له ايه؟ لا مش هيحصل. ما ينفعش يمشي من هنا على رجليه. اسمع يا ابن الناس، احنا ساكنين هنا في عماره لا فيها دم ولا جثث. هتخرج بالجثه ازاي قدام السكيورتي؟ ولا الكلمتين اللي قالهم على عسليه لحسوا دماغك وعموا عنيك؟ عسليه طلعت اوسخ مني ومنك، متجوزه اتنين وهي لسه على ذمتي. ما تستخمط عسليه بسخمار. الله، مش مهم هي دلوقتي، المهم اللي بره ده هنعمل فيه ايه؟ هعمل لي كمان انت اللي مش عايزين نخلص عليه. اسمع بقى، ما هو لو كان له نصيب يموت على ايدك يبقى مش هنا. هات فلوس. خدي. كام دول؟ 5. حاسب. خليك هنا، اوعى تتحرك. طيب.
يا اهلا يا اخويا. اهلا. بص بقى بالصلاه على النبي، دول 5000 جنيه لا واللي جاي اكتر. ربنا يكرمك يا غالية. ربنا يكرمك يا اخويا. الا قول لي بقى اخبار ام ميزو ايه؟ انا داخل في 4 اشهر ما شفتهاش. اهو الحته بقت ضلمه والحاره ما بقليش فيها بقى رزق. عندك حق يا اخويا. الا واخد بالك انت من المطرح؟ شفت احنا اتغيرنا ازاي؟ بقينا فين؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدكم يا رب. ربنا يخليك يا اخوي. تشتغل معانا؟ ها؟ ده انا اتمنى. بس عشان تشتغل معانا مفيش راشد، بقى اسمه عادل فكري. مفيش ماستر راشد، بس انت يا مؤاخذه بقيتي ميسيز مين؟ انا فتون وهفضل طول عمري فتون. لا هنا علي حكم. انا من النهارده خدامك. الشفا. متشكر ده. قاعد لوحدك ليه؟ ولا حاجة. أنا أصلاً مش عايز حتى أنزل بالسرير. طفيت الموبايل، مش عايز أسمع أي دوشة خالص. ليه بس؟ طب تعالى ننزل نقعد في الجنينة شوية. جنينة إيه؟ أنا بقالي ساعة بتحايل على نفسي أقوم أخد شاور ومكسل. تقولي لي جنينة؟ شاور؟ طب قوم. يلا إيه؟ قوم. هتقوميني برضو؟ هقومك. هحميك. تحميني؟ لا لا ما ينفعش. تعالى تعالى. مش هينفع. ليه مكسوف مني؟ طبعا مكسوف. ليه مكسوف؟ انا زي بنتك. تعالى يلا حضر لك. لا 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 خليك انت، خليك انت. انا هدخل اخد شاور واخرج بسرعه. خليك كده. ماشي. وادي قاعده. هاني انت لازم تسمع كلامي وتعمل اللي بقولك عليه. خد موقف، لازم تخلي بابا يطرد الست اللي عايشه معاه في البيت دي. تاني يا عمتي، انا اصلا جايه عشان عرفت انه دخل المستشفى، وبعدين الست دي ما اعرفش عنها اي حاجه. ما انا قلتلك هي سبب في كل اللي حصل له. يلا. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. انا عامله مفاجأة.